التعاملات المالية حاليا تولي أسهل بالنسبة لهم، أكثر في البنوك اللي راه متواجدين لهنا تكون التعامل معهم بطرق أسهل، وهذه حسن الخدمات على مستوى الولاية. هذا الفرع الذي يعتبر ثالث فرع من خلال فتح 5 فروع سابقة في ولاية جديدة، طبعا بنك الجزائر يسير رقمنة تلاء المليون من استعمال التكنولوجيا الحديثة والرقمنة في كل المعاملات المصرفية والمالية عبر هذه الولاية. إن ولاية ولد جلال ستتمكن من خلال هذا البنك الجزائر من إعطاء فرصة للبنوك الأخرى من أجل العمل بأريحية من خلال اتصال بنك الجزائر. ساكنة ولاية ولد جلال سيتمكنون من خلال هذا البنك بإذن الله تعالى من الولوج عالم الاقتصاد وعالم التنمية الاقتصادية، هو ما نهدف إليه من خلال تقريب الإدارة المالية من المواطن ودفع حركة التنمية الاقتصادية على مستوى الجزائر من أجل أن تكون رائدة في مجال الاقتصاد في السنوات القادمة إن شاء الله.